الاسم ديالي ريحان قران، العمر ديالي 14 سنه. شاركت بفيلم سينمائي من اخراج المخرجه ياسمين بن كيران، ولعبت دور بطوله مع الممثله نسرين الرادي ونسرين بن شعره. كيعني ليا بزاف، لانني بحال قلتي من حلم انني مجرد نبان في كاميرا الحلم انني خديت دور بطولي. والصراحه ماشي كان سهل، سينما ماشي سهله، كان هاد الدور ديالي فيه بزاف لي تخوك تدققت فيه بزاف بزاف، وان شاء الله ينال اعجاب الجمهور المغربي علاش لا. بالنسبه لفيلم ملكات، كان عندي واحد الدور بطولي مع نسرين الرادي، دورها انها الام ديالي. كان عندي واحد الطفله اللي بعيده شويه على يعني للعالم، عندها عالم بوحدو، كتحس بلي حتى واحد ما كيفهمها بالحكم ان ما عندهاش الاب ديالها، وكتعيش مع الام ديالها التشرد، والام ديالها كتحاول تكافح باش تحميها، وكتحاول تكافح باش مجرد تحسسها بشويه ديال مذاق الحياه، ولكن هي هادشي كتحسبو بلي امها بعيده عليها، ما كتفهمهاش، ما كتعيش طفوله بحالها بحال الاخرين، وهادشي اللي دار لها واحد عقد نفسيه. اول مره غادي نحضر لهذا المهرجان، اول تجربه، اول غنشوف هادشي اول مره، كان صراحه في المستوى، وانا كان انا اصغر انفيتي هنايا في هذاك لودين ديال البارح، كنت اصغر انفيتي، وهذا الشيء لي شرف انني نكون اصغر انفيتي واصغر ممثله في هذا المهرجان. المهرجان داز في المستوى وكل شيء في المستوى، ممثلين تلاقيت مع ممثلين جداد اللي كان الحلم ديالي انني نلتقي بهم، وان شاء الله علاش لا ما تجمعناش الاعمال في المستقبل. ان شاء الله هذا اول عمل ليا اللي مضمون، والاعمال الجايه ما كرهناش علاش لا، وما كرهناش حتى شي عمل يكون تلفازي، لان هذا من الحلم ديالي، وان شاء الله من هنا لقدام نتجاهدوا اكثر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.